ننتقل إلى دولة أوروبية أخرى وزميل عربي مرزوق الذي سيحدثنا من ألمانيا وتحديدا من برلين عن وضع كورونا في ألمانيا والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الألمانية. عربي، أرحب بك إلى هذه الجولة. بداية، حدثنا عن الوضع الوبائي في ألمانيا، وخاصة وأن هنالك ربما بيان حكومي لميركل أمام البوندسليغا كان صباح اليوم. تفضل عربي. نبدأ في البداية. نسبة الشهر الفيروس هنا في ألمانيا وصلت اليوم إلى 113.3 إصابة لكل 100,000 مواطن، وهي نسبة مرتفعة جدا عن الأيام الماضية. أما عدد الإصابات اليومية وصلت اليوم في ألمانيا إلى 22,000 إصابة تقريبا في يوم واحد. الحكومة الألمانية كما تعلمون على السبب الثاني تحسب دائما نسبة الانتشار اليومية هنا في ألمانيا خلال السبعة أيام الماضية، وبناء عليه يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية أو زيادتها. كما أشرت أن هناك الآن 113 إصابة لكل 100,000 مواطن في ألمانيا، النسبة مرتفعة بشكل كبير، لذلك مدت الحكومة الألمانية في المؤتمر الأخير الإغلاق العام هنا في ألمانيا حتى 17 من شهر يناير المقبل. ولكن العاصمة الألمانية برلين، نتيجة أن النسبة هنا ارتفعت في برلين إلى 111 إصابة لكل 100,000 مواطن، أعلن عمدة برلين أن الإغلاق العام هنا في العاصمة الألمانية برلين سيمتد حتى 24 من شهر فبراير المقبل. اما بالرجوع الى سؤال القاضي في بيان الشرع الالماني انجيلا ميركل صباح اليوم امام البرلمان الالماني، تحت هذه الخطه تحديدا هنا كانت هناك القت الشرع الالماني انجيلا ميركل اعضاء البرلمان الالماني البوندستاج كلمتها وبيان الحكومه بين هجوم ومؤيد للشرع الالماني انجيلا ميركل. باختصار شديد الكلمات الاساسيه التي قالتها الشرع الالماني انجيلا ميركل انها متمسكه هي وحكومتها بمكافحه فيروس كورونا بشكل مشترك مع الاتحاد الاوروبي، ومتمسكه ايضا بشراء كميات لقاح كورونا بشكل مشترك مع دول الاتحاد الاوروبي. اعلنت ذلك كمان برلمان الالماني البوندستاج، وقالت ايضا ان النظام الفدرالي الموجود هنا في المانيا ظهرت عيوبا كثيره من النظام الفدرالي الموجود في المانيا نظرا لان الحكومه الالمانيه على برئاسه الشرع الالماني لكل كلمه تتخذ عدد قرارات، ولكن هناك في المانيا 16 ولايه مقسمه ايضا الى مقاطعات صغيره، كل حاكم مقاطعه صغيره يتخذ اجراءات مختلفه تماما على القرارات التي اتخذتها الشرع الالماني. طيب عربي، هذا المتعلق بهذا البيان الحكومي لانجلا ميركل امام البوندستاج كان صباح اليوم، مفوض التطعيم في الحكومة الألمانية أعلن أن ثاني لقاح ألماني لشركة كيروفاك الألمانية اقترب من نهاية التجارب، والتطعيم سيبدأ في الأول من يونيو. ربما هذه أخبار مفرحة للشارع الألماني أن هناك لقاح سيخرج من ألمانيا. مزيد من التفاصيل عن هذا اللقاح عربي ومدى فعاليته، وكيف من الممكن أن نقول أنه سيتم توزيعه ربما واستفادة باقي الدول الأوروبية من هذا اللقاح؟ تفضل عربي. لدى هناك خبرين جيدين هنا في المانيا. الخبر الاول كما اشرت اليه ان مفوض التطبيق هنا في المانيا في الحكومه الالمانيه اشار ان اللقاح الثاني الالماني شركه الان في مرحله التجارب السرديه الاخيره، وتقدم المعلومات بشكل مستمر الى وكاله الادويه الاوروبيه للحصول على تصريح بشكل سريع على استخدام هذا اللقاح في الاتحاد الاوروبي وفي العالم بشكل عام. من المفترض ان ينتهي التصريح خلال شهر مايو، ويبدا الانتاج ايضا في نهايه شهر مايو، ويبدا التوقيع هنا في المانيا في بدايه شهر يونيو. الحقيقه انتاج اللقاح بشكل كامل سوف يكون هنا في المانيا، وربما سنسمع خلال الفتره المقبله ان شركه كيروفاك سوف تتعاقد مع شركات اخرى لانتاج هذا اللقاح في مصانع مختلفه داخل الاتحاد الاوروبي، ولكن شركه كيروفاك وقعت عقد شراكه مع شركه باير للادويه الالمانيه لانتاج اللقاح بكميات كبيره، وطبعا الكميات التي ستنتج كما قررت الحكومه الالمانيه ليست فقط في المانيا ولكن الاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم. ولكن شركه كيروفاك لديها الحق في بيع اللقاح داخل المانيا والاتحاد الاوروبي، اما شركه باير للادويه الالمانيه وهو امر غايه في الاهميه لاي دوله تريد ان تشتري هذا اللقاح، اي دوله خارج الاتحاد الاوروبي يجب ان تتفاوض على شراء هذا اللقاح مع شركه باير الالمانيه للادويه في المستقبل. الحكومه الالمانيه تعول بشكل كبير على هذا اللقاح في فترة مختلفة. طيب عربي، ونحن نتحدث عن اللقاحات ربما البعض من الممكن أن يتساءل عن مدى فعالية واستجابة
الشارع الألماني لهذه اللقاحات. هل ارتشحت لك ربما أخبار عن الأعمار التي يتم إصابتها بفيروس كورونا الآن؟ هل انخفضت نسبة المصابين من كبار السن، خاصة وأن معهد روبرت كوخ كان لاحظ ربما انخفاض في نسبة المصابين من كبار السن؟ هل الأمر انتقل الآن للأطفال كما يحدث في بريطانيا على سبيل المثال وغيرها من الدول الأوروبية، أم الوضع في ألمانيا ما زال مختلف؟ لذا هذا هو الخبر الثاني المفرح في ألمانيا الذي أشرت إليه، وهو أن رئيس معهد روبرت كوخ في أحد الفعاليات التي كانت في السفارة الألمانية في واشنطن بالأمس قال أن من الواضح أن فعالية اللقاح بدأت تظهر هنا في ألمانيا، لأن نسبة الإصابات الموجودة الآن كان جميعها تحت 50 عاما، أما فوق 50 عاما نسبة الإصابات قلت بشكل كبير في ألمانيا نتيجة تلقيح المواطنين هنا في ألمانيا خلال الفترة المقبلة. تقريبا 13 مليون مواطن فوق ال 50 عاما تم تلقيحهم، ونسبة انتشار الفيروس بينهم قلت بشكل كبير. ولكن التخوف الكبير هنا في ألمانيا هو من انتشار الفيروس بين الأعمار السنية تحت 50 عاما، كما أطلق عليهم رئيس معهد روبرت كوخ، وهم الشباب نتيجة أنهم الأكثر تخرفا والأكثر عملا، لذلك ينتشر الفيروس بشكل كبير. ولكن الخبر الأكثر أهمية هو أن نسبة الوفيات قلت نتيجة أن كبار السن عندما يصابون مع الأمراض المزمنة تحدث لهم تطورات في الحالة الصحية ويدخلون على أسرة العناية المركزة، ولكن نسبة الانتشار قلت بينهم بشكل كبير. نعم، الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من ألمانيا وتحديدا من برلين.